في تحقيق صحفي نشر في صحيفة اليوم حمل عنوان حالة طلاق كل 10 دقائق بالمملكة، تقارير إحصائية كشفت عن زيادة أو خلينا نقول زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق خلال عام 2022، وصلت إلى 168 حالة يوميا بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق. ينضم لنا الآن أو تنضم لنا على الهاتف الدكتورة الهنوف عبد العزيز الحقيل، دكتورة في علم اجتماع الجريمة ومستشارة أسرية زوجية. يسعد صباحك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. أهلا وسهلا، سعيد أني معاكم، وحقيقة موضوع مهم وملف ضروري أن يناقش صراحة على مستويات عليا. بكل تأكيد احنا نشكر تواجدك اليوم دكتورة الهنوف. بداية نبي نعرف المقارنات بين الشريكين بشكل عام، وش يعني المقارنات؟ احنا نقدر ناخذها من كذا زاوية. طبعا اولا انا حابة اعتذر، ممكن الصوت شوي قاعد ما هو يعني ما يخدمني بشكل كامل. لا بالعكس، واضح وما تشوفين شر ان شاء الله. الله يفتح عليكم ان شاء الله. هذه المشكلة الاساسية في موضوع المقارنة. احنا لما نجي نتكلم عن المقارنة في ابعاد كثيرة، في مقارنة على المحيط، مقارنة بالمحيط المقارب للزوج او الزوجة، اللي هو المحيط اللي هو من الاسرة، من الاخوان، من الاخوات، من بنات الاخ وغيرها. في المقارنة اللي للاسف احنا قاعدين سطح وصايره، يعني او هي قضيه ذهنيه من كثر ممارستها، اللي هي السوشيال ميديا. كثر الممارسات ومشاهده السوشيال ميديا سواء سناب شات او غيره، الواقع اللي يعكس بعض المشاهير للاسف قد يسبب بعض الخلل والاشكالات اللي يشعر البني ادم انه مو باللمت الطبيعي، لانه قاعد يشوف هذا الشيء بشكل يومي بشكل آلي، بصريا مضغوط عليه، يتسلل الى عقل باطن، يتشكل عنده صوره مختلفه عن الحياه، بالتالي على طول الإسقاط يكون على شريك الحياة، إما على المستوى الترفيهي المالي أو على المستوى الشكلي. أنا أتكلم على الطرفين سواء الرجال ولا النساء. نعم. في الموضوع هذا فتتغير بعض المفاهيم وبعض القيم، وشخص ما يرضى بالمتاح اللي موجود عنده سواء على المستوى المادي أو الشكلي نفس ما قلت لك، أو الترفيهي وغيره، وهذه ممكن تخليه يستنقص بعض المتاح اللي عنده، فبالتالي خلاص يرخص ويكون بتبع لها كثير من المآسي. نعم. هذه المقارنات. نعم، بس الأغلب يعني خلينا نتكلم أنه الدكتور الهنوف يعني يحكي عن المقارنات، وتحكين عن المقارنات والسوشيال ميديا وعلاقة السوشيال ميديا. إلى هذه الدرجة السوشيال ميديا تأثر بشكل كبير على الزوجين؟ يعني ما يكون في وعي كافي عند الزوجين؟ احنا نتكلم عن عدد طلاق، يعني عدد حالات كل 10 دقائق في المملكة. والله يا سيدي الفاضل، الطلاق تعددت أسبابه، وأنا لي في الاستشارات تقريبا فوق 11 سنة. قضية الطلاق ما قد زادت زي الفترة اللي احنا فيها الآن. ليش؟ في أسباب كثيرة لو بنناقشها على المستويات. إيش أبرز الأسباب دكتور ولا أقطع كلامك، إيش أبرز الأسباب غير مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنات؟ أبرز الأسباب، وسؤالك جدا مهم وفي محله، عندنا مشكلة وأمية في المفهوم الزواجي عند بناتنا وشبابنا، والوعي الكافي لمفهوم الزواج للأسف احنا ما قاعدين نربي أولادنا ونصنعهم لمثل هذا الدور، أو كيف أنهم ينجزون في هذا الدور. للأسف البنت أو الولد أصبح مسؤوليات كثيرة مشيولة عنهم، يعني ما ينتج منتج حقيقي من الأسر ليصبح والله زوج أو زوجة مستقبلية كافي بشكل يعني كبير. مفهوم الزواج عندنا في خلل حتى على المسار التربوي. احنا نقول دائم في المدارس ودنا أنها تكون جزئيا مقولة هذه الصورة، نبغى تكون في دورات إجبارية يسمونها رخصة قيادة الحياة الزوجية. للأسف وكثير ما يجيني في العيادة هذا النوع وهذا النمط، إني أستغرب وأستنكر إنه المسؤوليات ما يستطيعون إنه يتحملونها سواء على مستوى الرجل أو على حسب مستوى المرأة. الأدوار أو التطلعات الخاصة في الزواج مختلفة من 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 ثقافة لثقافة، من شخص لشخص، فبالتالي هذه بدورها أكيد أنها بتؤدي للطلاق. هذا على زاوية. الزوايا الثانية اللي لها علاقة بقرار الزواج الأسري، يعني للأسف إلى الآن ما زلنا إحنا أنه موضوع الزواج وآلية الزواج ما هو بغلط أنك لما ترتبط أو سوري لما تخطب أنه يكون في توافق بنية الزواج بينك وبين الطرف الآخر، تدوم من شهر لثلاثة شهور لتعرف على الطرف الثاني. عفوا بس يكون في ايش؟ معليش لانه قطع الصوت هنا شوي، في تقطيع. يكون في تعارف بينك وبين الشخص بعد الخطبه. نعم. بعد معرفتها لها واهلك انه والله انت بتتزوج فلانه، التعارف يكون مو بعد الملكه، فبالتالي لانه بعد الملكه للاسف اللي قاعد اشوفه انه التواصل اللي بعد الملكه لما يصير في طلاق
خلاص البنت تحسب عليها طلقة. لكن الأفضل وبنية الزواج أنه يكون في تعارف مسبق للزواج، مسبق الملكة هاتفيا. أنا ما أقول يطلع معها وتطلع معها، لكن يكون في تعارف تواصل على حد يعني على حد أدنى، ويعني بتواصل بين الطرفين. نعم. لابد، لأنه في النهاية يعدم بينهما في النهاية. حتى الشبهة الشرعية ما حددت في الشرع بدقائق محدودة، لا، هي مفترض أنه يتعرف بشكل كافي قبل لا يكون في هذا العقد القدسي الغليظ. نعم. لأنه للأسف هذا السبب الثاني. السبب الثالث، نجد أن بعض السلوكيات اللي يجيبها الزوج أو الزوجة من حياة العذوبية ينقلها للأسف للبيت، للأسرة. يعني في بعض السلوكيات سواء كانت المنحرفة، بعض مرات اللي احنا نقول السلوكيات منها الخيانة وغيرها، وبعض السلوكيات اللي لا علاقة باللا مسؤولية أو أنه عدم تغيير مكانته الاجتماعية. يعني هي تجيك تقول لك والله أنا كنت في بيت أهلي وكنت في بيت أهلي وكنت في بيت أهلي، فتجي تجيب نفس القواعد اللي بيت أهلها ظنا منها أنها حتكون موجودة ذاتها في بيت زوجها. لا، البيت والثقافة والكالتشر يختلف كليا، دورك وتراتبيتك تختلف كليا. المرأة بطبيعتها الله سبحانه وتعالى لما كيفها على أنها تنتقل لبيت الزوج، فهي كذلك حتنتقل لتأخذ ثقافته وجزء من ثقافته وثقافة أهله. نعم. رقم شيء أنت ذكرتي فيما يخص المقارنات بين الزوج والزوجة، الزوجة أحيانا إذا طلعت من بيت أهلها تقول الزوجة والله أنا أهلي كانوا يعاملوني كذا، أنت ما تعاملني كذا. برضو حتى للزوج أحيانا ضروري جدا أن يكون عنده قوة الشخصية والتغير. والله وأنا أختك، هذه من الأسباب برضو الرئيسية. في عندنا نقطتين للأسف، وخذ هذا المسميات واحسبها على هنوف الحقيل، أن المرأة أوقات كثيرة في الزواج في علاقتها كزوجة تصبح أنثى معطلة للأسف. بناتنا ما هم فاهمين إيش دورهم كزوجات جوا البيت، هذا على مستوى الزوجة. على مستوى الزوج في عندنا خلل مهول في مفهوم القيادة داخل البيت. يعني سبحان الله، يعني إحنا نقول دائما إنه تراتبية موجودة لتنظيم العلاقة. رقم واحد رقم واحد الزوج، رقم اثنين الزوج، رقم ثلاثة كذا كذا، للتراتبية لإيش؟ للتكامل وليس للأفضلية، عشان نكمل بعضنا بعض. نجد أنه القيادة عند الرجل للأسف أصبح فيها إشكالية كبيرة. منهم من يفهم من القيادة أنه يصير سليط وقوي، إذا قلت لهم وين قيادتك؟ أحد في العيادات مثلا في بعض الاستشن أو بعض الخلافات الزوجية يجي يقول أنا والله صرخت، والله تكلمت، والله ما له، ما هو كذا القيادة. القيادة كيف أني أصل إلى الفكرة وجذرها في عقل من هم أمامي وأقدر أغيرها وأديرها. القيادة هي قدرتي على التواصل، هذا هو. للأسف يفهمون أن القيادة بالقوة، يفهمون أن القيادة بالصرامة. القيادة كيف أنك تأثر؟ لما الله سبحانه وتعالى قال يا رجل تقدر أنت تأخذ كتابية والمرأة ما تقدر تأخذ كتابي. ليش؟ لأنه الله عنده يعني تتصور بناء على خلقة الرجل أنه عنده قدرة الرجل على استمالة المرأة لدرجة أنه ممكن يغير قيمة دينية عندها. نعم. في التواصل. لكن للأسف قضية التواصل أو كيف يقدر يوصل للمرأة أو كيف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل رفقا بالقوارير. القضية أن نحن المرأة تجي بالرفق، تجي بالأسلوب وبالطريقة التواصل وبالوصول إلى عقلها وفكرتها وجذورها. جميل. للأسف احنا نفهم التعنت اوقات انه هو القياده، هذا على مستوى. المستوى الثاني بس استاذنك بنقطه هنا، حتى القياده يعني القياده مو فقط تندرج يعني على الرجل، القياده قياده المنزل، قياده البيت، تندرج برضو تحت مسؤوليه المراه. يعني المراه كيف تقود منزلها بعد الزواج؟ هذا هو. انا ايش قلت لك؟ قلت لك تكامل، العلاقه تكامليه زين، لكن قلت لك فيها تراتبيه. دائما احنا نقول لو نقول مساواه فاحنا جحفنا. لما انا بصير اثنين مدير في شركه واحده ما راح تنجح، بتضيط الأمور، بتخرب. لما يصير عندك الآن برنامجك ثلاثة مخرجين أو مخرجين صعبة. فالفكرة وين؟ الفكرة التراتبية لتوزيع الأدوار. الأم لها أسلوب التربوي، الأم ما يشاطرها أحد في هذا الدور التربوي. موضوع القيادة احنا نقول دائما الكرت الأحمر حتى في التربية مع الأم، ترى أبوكم بيكون عنده خبر، أبوكم ببلغة، فبالتالي في أساليب معينة ممكن نتكامل فيها أنا والزوج يعني في قضية التربية. لكن التراتبية لابد أنها تكون واضحة في العلاقة. بالنسبة لقيادة المرأة ضرورية مهمة جدا في موضوع التربية. يعني مفروض من ضمن الأمور اللي ممكن أتطرق لها على عجالة اللي هي قرارات التربية أو تهذيب السلوك عند الطفل. الأم اللي تجيك تغير رأيها من فترة لفترة مع طفلها، في مثلا تقول له والله إذا كررت السلوك أكثر من مرة
مثلا البلاي ستيشن ما فيه الا مره واحده في الاسبوع واتيفر يعني، فتجي تغير رايها بعد ما يضعف قلبها قدامه وقدام بكائه. هنا وش نقول احنا؟ نقول في خلل في القياده التربويه، تمام. لكن انا اتكلم لك لا نقارن، انه دائما قياده الرجل لما تكون فيها اشكاليه في المنزل تنعكس على 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 الولد لما يكبر، تنعكس على البنت لما تكبر. دائما احنا نقول الام نبع الحنان، الام هي اللي تحاور اللي نرتاح لها اللي ناخذ ونعطي معها، لكن دائما احنا عندنا الاب هو الكرت الاحمر، هو اللي لازم يكون له فعلا يعني وضع وتواجد في البيت سواء مع الابناء او مع الزوجه في قضيه تهذيب السلوك بطريقه سليمه سليمه. يعني القيادات هي من تصنع الاجيال وهي من تصنع الشعوب صراحه، فهذه نقطه مهمه ان احنا نتطرق لها في قضيه قياده الرجل. على المراه للاسف في بعض النساء يعني لما تجي تقول لها مثلا، عشان ما اعومكم في المصطلحات، لما اجي اقول ترى فعلا الرجل دائما يعني في تعاملك معه كزوجه انه يقدر الشكر، الرجل طبيعته عنده ثلاث خزانات: الكفاءه، القبول، التقدير. لازم تشعرين بالكفاءه لبعض الادوار اللي يقوم فيها. الرجل دائما يحب ذكر افعاله بشكل ايجابي، المراه يحب تحب ذكر ذاتها يعني شخصها. نعم. جمالها. نعم. اذا جيت اقول كذا للنساء تقول لا ما بي يعني يغتر. علما انه هذا من ذكاء المراه في التعامل. الله اعطانا قدره على الحديث اكثر من الرجل ثلاث مرات، ليش؟ الله اعطانا قدره ولين، ودائما المراه جمالها بلينها، جمالها بلين لسانها، جمالها بلين روحها مع الزوج. لكن للاسف تجيك المراه تتعامل مع الزوج كنوع من انواع، للاسف هذا اللي القاه في العياده، راس براس. المرأة هنا تفقد جمالياتها، تفقد صح. يعني حتى ما تكسب الرجل. الرجل لما يعاند 10% لما تعاندين 10% يعاندك 30%. جميل. احنا طبيعة الرجل احنا لسه مكملين برضه، يعني من اكثر ممكن الكلمات اللي تكون مستفزة للرجل: انت ما عمرك سويت لي شيء. يا سلام. انت ما عمرك جبت لي، ما عمرك سويت لي، ما عمرك طلعتني، ما عمرك عشيتني. بالضبط. طيب احنا بس حدثينا شوي عن تأثير المقارنة لما تدخل الحياة الزوجية سواء من قبل المرأة او الرجل. من الكوارث، من الكوارث واسميها انا، شو تخرف العلاقه لدرجه انه يفقد الشخصين قدرتهم على، يعني تخيل انك تكون في اختبارات دائما واختباراتك فاشله. تخيل انك تذاكر وتحاول وتادي قد ما تقدر وفي النهايه فاشله، هذه بحد ذاتها خلاص تنهك الرجل بالذات، والمراه تكسرها كسر. فبالتالي هذا موضوع المقارنه سواء حتى في الاساليب التربويه قاتله، الأساليب العامة يعني بالتعامل حتى مع العامة أو في الجوانب المهنية قاتلة. يعني ما في أي، لما أنت بتقارن معناته أنت تلغي الطرف اللي أمامك، أنت قارنت معناته تلغي اللي أمامك، تلغي كل عطاءاته. فنهائيا موضوع المقارنة أنا أشوف أنها من أسميها الفيروسات اللي في العلاقة الزوجية اللي ممكن تعطيها توديها المنعطف، خطير جدا، قد يكون مؤذي جدا 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 نفسيا على شريك الحياة وحتى على مسار باقي أطراف الأسرة. يعني لما نجي نقول والله يجيك يقول زوجته فلانة في أختي من الناس ما عندها كذا وكذا وكذا، لما تجي تقول والله شفت زوجة أخوي كيف عاملها أخوي، والله شفت كذا يعني فأولى وتوريه. وعادة إحنا نجد أنه للأسف يعني إحنا ما نقدر نعمم الصورة، ممكن تكون من الطرفين، لكن غالبيتها من المرأة، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية، والمرأة بطبيعتها يعني تتأثر بشكل أو بآخر وللأسف من هم حولها. وللأسف دكتورة أحس يعني هذه ترهق الرجل من ناحية أنه هو يبغى يلبي رغبات زوجته وما يبغى يخلي في خاطرها شيء، فيحاول أن يوفر لها كل شيء، يجهد نفسه، يضيق على نفسه رغم أنه هو عنده التزامات، بس عشان يرضيها أو يرضي رغباتها. أنا أستاذنك إذا تسمحي لنا نروح لاتصال معانا في استشارة أو سؤال، تسمحي لنا بعد إذنك. ألو. ألو. صباح الخير، من معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا؟ حياك الله. صباح الخير اخ احمد، معك ابو صالح. هلا يا ابو صالح، تفضل سؤالك يا ابو صالح. صباح الخير، اسلم على جميع المستمعين. يا حياك الله، سؤالك يا ابو صالح. تفضل. والله سمعت الدكتوره معاك والحمد لله مسك الخط معي، الله يجزاك خير. الله يحييك، تفضل انت على الهواء وقصر على صوت الاذاعه وتفضل في السؤال عشان الوقت يعني. اي نعم، والله صحيح كلامه صحيح. انا شفت زوجتي معي 30 سنه معانا عيال الحمد لله، بس سبحان الله فجأة كده وانت 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 خلعت في الأخير. أي شيء تلقى كانوا في وجهها. قلت لها اصبري، الدنيا ما هي طايرة، عندنا 30 سنة مع بعض. اي نعم. والله الدكتور كلامه في منطق، جزاه الله خير، أشكره جدا، وأنا تشجعت قلت أنا أدق عليكم. شجعتوني ما شاء الله على الاتصال، الله يجزاكم. شكرا، شكرا لك. دكتور عندك سؤال له أو شيء؟
اي نعم الحريم ما يسمعون ابدا ابدا, وسبحان الله كل ما تسوي شيء تلقاني في وجهه تلقاني في وجهه, وما في بعد نعم الواحد, واذا هذا مع اختك ولا اخواتك سووا شيء بسويه انا بعد لا صح ولا لا. طيب جميل, شكرا لك ومشاركتك معنا الرائعه اليوم. دكتور يعني تكلم هو اعتقد انه بعد عمر طويل زوجة طلبة الخلع, نتكلم انه بعد سنوات والله طويله والله بعد 30 سنه والله وانا اختك أكون صريحة معك إنه هذه الحالة قاعدة تتكرر بشكل كبير صراحة في الفترة الراهنة. قد يكون جزء منها, وأنا كنت يمكنني أنا يعني جريئة شوي بالطرح وما راح يعني يأخذني بالحق لو متلائم. إحنا إشكاليتنا الآن لما يكون الموضوع الامتصال والطلاق أبليكيشن وسوري يعني تقديمه إلكتروني, إيش حنتخيل؟ المرأة بطبيعتها أصلاً رفع الفسخ والخلع, الله سبحانه وتعالى لما لا يعطي الصلاحيه المطلقه للمراه في الموضوع هذا لانها عاطفيه او قاعده في طلب هذا القرار او هذا الموضوع, الا عاد في بعض النساء اللي تقول الحمد لله ان الله سهل علينا امر الانفصال لانها معانيه من ابتزاز اما نفسي او ابتزاز الوتيفر, اذا كانت والله زوجها معنفها تعنيف بشكل او باخر فتقول الحمد لله اننا صارت سهله عندنا. لكنها بالمقابل برضو في بعض القرارات الغير منطقيه او الطلقات الغير منطقيه اصبحت من بعض النساء اللي هدت فيها مجموعه من الافراد معها, يعني كانت فيها جزء من الانانيه في هذا القرار. يعني انت مجرد انك قررت انك تتزوج يا سيدي ويا سيدتي وقررت انك تجيب عيال, ترى كنت قرار الانفصال او قرار ترك هذا الشريك مو بالحالك, لا مو بالحالك. المرحله مراحل الزواج تمر بمرحله من مراحل الفتور, او قلت الزوجين يفهمونها غلط وقال انا ما صرت احبه وهي القضيه فتور. في نقطة ثانية أنا ودي أنوه عليها علشان ما نغطي يعني على مستوى النساء ونترك الرجال. في بعض المرات ترى على قضية المقارنة الرجل يقارن في, للأسف إحنا عندنا السوشيال ميديا الآن أصبحت الشكليات أو ما يعرض من النساء شكلت نموذج جديد في ذهنية الرجال اللي هي كل شيء فيك يعني, فأصبح الجمال عندهم أو ميزان الجمال مختلف. يعني صار في عندنا 1-2-3 هذه الأنوثة, وهذا اللي بدأ يلعب في بناتنا للأسف وأصبحت طيب نظرة فيها أشكالية. يعني على طاري هذه النقطة دكتورة, خلينا نتكلم من ناحية أنه الآن بعد الزواج تقرر الزوجة أنها تسوي عمليات تجميل, تمام؟ فيما يخص المقارنات يعني تبدأ تسوي عمليات تجميل, فهل يعني يحق للزوج مثلا أنه يمنع زوجته بعدم عمل بعض العمليات التجميل, تغيير الأنف, ما نعرف إيش أشياء, يعني أشياء كثيرة مثلا والله نتكلم عنها. ما ندخل في العلاقات علشان والله نستحدث دين آخر, فهمتني؟ يعني الدين الحلال بين فيه والحرام بين, عرفت كيف؟ يعني فيه ما حلل وما حرم, لكن اللي بيطلع دستور جديد على عياله على زوجته قانون جديد محرمات على كيفه بدستور ثاني هذا هو مسائل عنه, وهذه مملكته. لكن بوجهة نظري أنا قضية التجميل لا بس احنا ما نتكلم عن تكلم دكتورة عن أنه يعني الزوجة تعتبر ملكية خاصة مثلا لزوجها في هذه الحالة, في شيء اسمه ملكية يعني هذا الكلام يعني حتى قضية الزواج كلها على بعضها شراكة ما تسمى ملكية. نعم. لكن قضية التجميل طبيعي المرأة بطبيعتها تحب تتزين, وغالبا من الدين أنه التزين للزوج شيء جيد, لكن أنا ما أفتي في الجانب الشرعي, لست بشرعي طبعا. قضية إيه ما لست بشرعي, قضية أنه يعجبها فيها بشكل معين أو يحب شعرها طويل ويتبغى تقص شعرها, يعني هنا زي ما قلت لك قبل شوي القيادة بالذكاء اللفظي, القيادة بالذكاء اللفظي. لما يجي يقولها ترى أنا يعجبني الشعر الطويل عليك, غير لما يشوفها قاصة شعرها يقول وراك صرتي شينة وراك كذا وكذا, في فرق شيء. لا بس دكتورة أنا يعني ما أتكلم عن الشعر الطويل الشعر القصير الميك اب, لا أنا أتكلم عن, عن, عن عمليات التجميل التغيير اللي يوصل فيها تغيير اللي خلينا نقول الأنف أو تغيير هيئة الجسد. نعم. شوف أنا بقول لك شغلة, الآن أصبحت من الأبجديات عند النساء بكثر ما بعد الحملات يعني جمال المرأة, خلينا أقول دائما أنا أقول أنت الآن لما بعد الحمل والولايد يصير في بعض التغيرات الجسدية وهذا شيء طبيعي. يجي الرجل للأسف أوقات ممكن أنه يقول والله طلعت لك بطن ولا طلع لك كرش ولا والله, المرأة تتحسس جدا فممكنها تعمل العملية بشكل سريع ولا كأنها حملت وتعبت وجابتها الطفل الجميل الرائع. فبعض المرات للأسف احنا لا ننكر انه هذا الشيء مؤذي للمرأة, المرأة دائما تحب انه يكون شكلها من اجمل واروع ما يكون وابسط حقوقها اكيد. نعم. اي لكن في عمليات انا والله شفت تغيير خلقة الله والامور والدخول في هذه المعاني اللي انا ما ادري يعني ما اقدر افتي فيها بشكل كافي, انا والله ما ماني معاها بشكل كامل اني اغير ما
ما الله خلقني بطبيعته. لكن قضية الفيلر، البوتوكس، التجميل البسيط، أتصور أنه جمال المرأة في أنها دائما تجدد من نفسها، هذه تحسينية يعني حتى للزوج بعد راح يعني يحصل التجديد، راح يحصل الأشياء الجميلة. للأسف للأسف أغلب الحالات اللي تجيني وأنا أقولها لك صار عندهم هيئة المرأة الجميلة بالسوشيال ميديا، نشوفها للأسف اللي واحد اثنين ثلاثة اللي كأنها بطريق، هذه للأسف. يعني احنا نشوف والله العظيم لا شكل طبيعي ولا كائن فضائي نازل كثر في الضلوع وما ادري كيف، اشياء منتفخه غريبه، فلا يعني في اشياء ما هي طبيعيه، في اشياء ما تلمس الطبيعي. للاسف بناتنا اصبحوا يظنون انه اللي ما تمتلك مثل هذه المقومات، سواء المقومات الجسديه او الشكليه، هي ما هي جميله. كل انسان مخلوق فيه جمال من الله سبحانه طبعًا وتعالى. كل طبعا. وجينا تكلمنا قبل شوي دكتورة الهنوف عن المقارنات يعني في الزواج ما بين الزوج والزوجة، تكلمنا عن القيادة أيضا والكثير الكثير، ولكن تسمح لنا ناخذ اتصال. ألو معكم. ألو صباح الخير. أيوة عليكم. صباح الخير دكتورة. صباح النور، حياك الله. حياكم الله. أنا عندي لك سؤال تعقيبا على كلامك من حيث عمليات التجميل. أنا إذا مثلا متزوج وجات زوجتي تقول لي تبغى عملية تجميل، أنا كيف ممكن أقدر أمنعها وأقنعها بطريقة صحيحة بحيث إن أنا ما أبغى أسوي عملية تجميل؟ وإذا حصلت مشكلة يعني إيش الطرق المناسبة والصحيحة عشان أحل هذه المشكلة اللي حاصلة بيني وبين الزوجة بطريقة عملية عملية على واقع الأرض؟ شكرا شكرا لك. ألو دكتورة. ألو واضح الصوت؟ أيوة تفضلي. واضح الصوت. أنا أشوف يا طويل العمر قضية العملية، المرأة دائما لما تقول أنا بسوي عملية، الجذر لما تروح أنت شوف أنا بسوي عملية، معناته هذا عارض لحاجة جذرية أخرى، يعني مثلا عدم ثقة في جانب معين في شكليا، أوكي، أما كان الأنف أما كان الجسد أو غيره. فبالتالي لما نجد أن الزوج يعزز هذا الشيء اللي في زوجته أو يحسسها أنه لا هو شيء جميل، وبالعكس هو أكثر شيء مثريني فيك وأكثر شيء خدعاني للزواج، فبالتالي خلاص راح يقوم عندها هذا الخلل. لأنه دائما إحنا نقول الرغبة في عمل العمليات هي بالنهاية مدعاة نفسية معينة، عدم رغبة أو عدم رضا بالشكل الخارجي بشكل كافي يوديها لوين؟ لمعترك أنا أبغى أسوي عمليات. فلا بد أنه يجي يتكلم معي بعيلة أنه هذه النقطة اللي فيك وهذا الشيء المعين اللي فيك اللي أنت تريد تغيرينه هو أكثر شيء مخليني أنا أعجب فيك أو متمسك فيك. يعني للأسف إحنا نجد بعض المرات قضية الوزن أو أوقات قضية الجسم أو قضية زي ما قلت لك، المرأة دائما مؤثر عليها ترى الزوج بشكل كبير في قضية ثقتها بشكلها العام، خصوصا لما تكون العلاقة جيدة بين الطرفين. فيجيك الزوج يقول لها بعض الأساليب للأسف اللي هذا غش، هذا لعب، هذا مو شيء سليم أنه أنت تغيرين في نفسك وأنا يعني أخذتك بهالطريقة، فلا تغيرين في هيئتك الخارجية على وتلعبين علي والدينية. فأنا ذكر لكن ترى الأكثر تأثرا على الزوجة اللي تقول هذا الشيء اللي فيك هو اللي عاجبني، اللي بتغيرين هذا أكثر شيء أنا متمسك فيه، أكثر شيء أنا أحبه فيك، أكثر شيء مجملك. فبالتالي ممكن هذا الموضوع ممكن يغير مسار شيء كبير جوات الزوجة. يا سلام. هي يعني تعتمد على الأسلوب في النهاية، الطرح، الأسلوب، الإقناع. نقطة مهمة جدا أنه الشخص يحصل على رخصة قيادة الحياة الزوجية، ياخذ دورات قبل ما يتزوج، ولا يمشي فقط على العادات والتقاليد اللي تربى عليها وحتى المبادئ. الصوت كذا واضح يا أخوي؟ أي واضح، تفضل. واضح. أي اللي بعضهم للأسف إحنا شو نشوف؟ نشوف اللي ينقل ثقافتها لا، أو نموذج، دائما إحنا نشوف نموذج الأم والأب اللي عاش معهم، ترى أوقات كثيرة يعكس دوره كزوج لا شعوريا زي ما شاف أبوه أو زي ما شافت أمها. فبالتالي قد يكون جزء منها مكتسب في التنشئة وقد يكون جزء منها كبير. للأسف إحنا بعد ترى شوف موضوع النساء مختلف، النساء ثلاث أرباع حواراتهم عن الرجال في الحياة العامة، في جلساتهم، في جمعاتهم، وللأسف يذكرون الشيء ما يذكرون الزين. فبالتالي كل واحد تعطي الثانية نصائح بشكل أو بآخر، وكذلك عند الرجال أوقات بعض السلوكيات اللي تكون بنفسها الوتيرة. فبالتالي قد يكون جماعة الرفاق هي من تعكس دورك كزوج أو زوجة أو حتى الأسرة التنشئة اللي عاشها، هذه كلها غير منطقية أوقات أو تعكس يعني العلاقات مختلفة. نعم. أنت علاقتك مع أخوك الكبير غير علاقتك مع أخوك اللي أصغر، غير علاقتك مع أختك، غير وغير، غير صاحبك فلان غير صاحبك فلان. فالعلاقات تختلف وبناء عليها يختلف حتى الاحتياج.
فلازم انه يكون في عندنا وعي وفهم لانماط الشخصيه، طريقه التعامل مع الاطراف الشخصيات المختلفه، عشان نقدر نفند هذا الزوج من اي نمط، نقدر نعرف مفاتيحه وكيف نكسبه. لا. سواء على المراه ولا الرجل، فرصه قياده الحياه الزوجيه تكون قبل الزواج، يحصل عليها المقبل على الزواج، وتكون شرط اساسي قبل دخول هذه الحياه، عشان نقدر نسيطر على هذا الرقم اللي قاعد يزيد. وين تتوفر هذه؟ في دورات؟ لا والله يا طويل العمر هذه مو بتتوفر. هذه لازم يكون نظام حوكمه. لا. يعني وزاره العمل لازم تكون تكون سباقه في هذا الموضوع مع وزاره العدل في قضيه معرفه العدد. احنا دائما نقول كل سنه نقول اعداد الطلاق ونغرد ونقول ونحكي، لكن وين على ارض الواقع قضيه الكورسات هذه ما يؤمنون فيها كثير ناس اولا، لأنها على ذلك أنا أقول لازم تكون جبرية للطرفين، ما تدخل العلاقة الزوجية إلا بحضور هذا الكورس، يعني على أبعاده المختلفة سواء الاقتصادية أو الصحية أو النفسية. نعم. أو الاجتماعية. جميل. مهم جدا، مهم. جميل جدا، شكرا لك. حدثتنا عن المقارنات، وممكن هي المقارنات تكون أصلا هي السبب الأساسي في عدم الاستقرار الحياة الزوجية. احنا نشكرك ونشكر لك تواجدك معنا اليوم، الدكتور الهنوف عبد العزيز الحقيل المعروفة، واللي حاصل على الدكتوراه علم اجتماع الجريمة ومستشارة أسرية زوجية. شكرا لك وشكرا لوقتك. الله يقويكم، الله يقويكم. حياك الله، في أمان الله. حياك الله، مع السلامة. يا هلا وسهلا، في أمان الله. احنا مستمعينا ومشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لليوم، ألقاكم إن شاء الله بنفس الموعد غدا بإذن الله. خليكم دائما على السمع على إذاعة BCFM، وأيضا يشرفني زيارتي حساباتي الشخصية أحمد الهاشم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتي أحمد الهاشم من خلف المايك والتنفيذ، أيضا تقبلوا تحيات معدة البرنامج ابتهال الحسيني.